ديركوس فرق معايا. أول ما ابتديت أقرب من سن 35 ابتدى شعري يقع بشكل غريب، فابتديت أجيب زيوت وأعمل تركيبات من المطبخ وحطها على شعري، بس النتيجة ما كانتش كويسة خالص. يعني ديركوس دانسي سولوشنز جواه مادة الستام أكسيدين، هيبتدي يحسن سمك الشعراية، هيساعد على إنبات شعر جديد كمان. مع ديركوس استعيدي كثافة شعرك في 6 أسابيع،